بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا بكم، Welcome to a new lesson بعنوان Around the World، حول العالم، Conversation، محادثة. محادثة بين الاثنين هنسمعها ونشوف يا شباب بيقولوا إيه يا شباب في المحادثة. Excuse me, is this the airport shuttle stop? لو سمحت، هل هذا ما هو المطار؟ هو ده بقى محطة الباص المتنقل حقة المطار؟ Yes, it is. Thank you. شكرا لك. Here's our bus. ها هو باصونا. وبعد ننزل تحت يا شباب قريبا. Where are you from? من أين أنت؟ I'm from Canada. How about you? أنا من كندا، ماذا عنك؟ يا شباب لما تيجي واحد يرد عليك تسأله نفس السؤال وعاوز تسأله يعني بدل ما تقول له أنت لا تقول له how about you. I'm from Italy. أنا من إيطاليا. Are you on vacation? هل أنت في أجازة؟ Yes. How about you? وماذا عنك؟ I'm a student here. My name is Alberto. My friends call me Al. أنا اسمي ألبرتو، أصدقائي بينادوني آل، يعني النيكنيم بتاعه. I'm Michael. My friends call me Mike. طيب. نشوف يا شباب بقى الإندينج طبعاً. This is my stop. Bye. دي محطتي، نازل. قالوا إيه؟ Here's my email and cell number. ده الإيميل بتاعي ورقم الهاتف الجوال حقي. Nice to meet you. Enjoy your visit. سعدت بلقائك واستمتع بزيارتك. طيب يا شباب، بقول لك where is Alberto from? He is from Italy. هو من إيطاليا. Is he a student? هل هو طالب؟ Yes, he is. Is Michael on business? هل مايكل في رحلة عمل؟ No, he isn't. He is on vacation. هو في أجازة. What is his nationality? He is Canadian. تعالوا بقى يا شباب لدرس جديد بعنوان Lab Land. Look at the picture and the map. What do you think is reading about? طبعا بيتكلم عن حاجة اسمها ظاهرة يا شباب. شمس The Land Earth of Midnight Sun. أرض شمس منتصف الليل. هنسمعها يا شباب وشوف إيه. Lapland. The Land of the Midnight Sun. My name is Hanun. And I'm from Lapland. Lapland is a region in Finland near the Arctic Circle. It's very cold, and from December to January, it's dark most of the time. I live here with my family and my reindeer. بقول اسمي هانون يا شباب، وأنا من لابلاند، منطقة لابلاند، دي منطقة ريجن يعني منطقة في فنلند. فنلندا يا شباب دولة تقع أوروبية، تقع أقصى شمال أوروبا قرب القارة المتجمدة الشمالية. Near the Arctic Circle، الدائرة اللي هي القطبية الشمالية، اللي هي القارة القطبية المتجمدة الشمالية. Very cold، جو برد جدا. And from December to January، من ديسمبر ليناير، it is dark most of the time. جو مظلم. I live here، أعيش هنا with my family and my reindeer. حيوان الرنة ده يا شباب، ده حيوان كده بيعيش زي عم من انواع الواعي، بيعيش بيسحب ايه العربة التلج دي، بيسحبها ايه وبيستخدموه في المناطق التلجية اللي زي هذه المناطق. نكمل. The main city of Lapland is Rovaniemi. It's a famous town in the north of Finland. In the Arctic, people see beautiful skies. The darkest time of the year is on December 21st. There is no sunlight from October. The sun comes out again on March 21st. The Arctic has light all day for the whole summer. This is called the midnight sun. بيقول يا شباب المدينة الرئيسية في لابلاند is Rovaniemi. It's a famous town. بلدة. تاون يا شباب يعني بلدة. بلدة صغيرة يعني أصغر من المدينة. البلدة أصغر من المدينة. In the north of Finland. في شمال فنلندا. In the Arctic, people في القارة المتجمدة الشمالية people see beautiful skies بيشوف كده زي سماوات كده جميلة. The darkest time أكثر الأوقات ظلمة of the year is on December 21st في 21 من ديسمبر. There is no sunlight ما فيش ضوء شمس from October من شهر أكتوبر. The sun comes out again on March 21st في 21 يعني تقعد 3 شهور من ديسمبر 21 حتى مارس 21 يعني 3 شهور. The Arctic القارة المتجمدة الشمالية has light لا فيها ضوء all day for whole summer طوال الصيف. This is called the midnight sun شمس منتصف الليل.
طيب النيم اوف بيرسون يا شباب، اسم الشخص ايه؟ طبعا هانون. الريجن كانت ايه يا شباب؟ لابلاند. الكانتري كانت ايه يا شباب؟ فنلاند. واخيرا الفيمس تاون كان اسمها ايه؟ روفانيمي. وفي الختام يا شباب، اسال الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سي يو نيكست ليسون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.